أزول نهار نظام السور خمسريني قوق عند المغرب مظاهرات إلى آخره ذي 20 فبراير أو أنا سنت كيدي 22 عبد الغني عبابو سي شاشة محمد شاشة أن السور من دوم يظهان ذي من يوقع عندي 20 فبراير وني التاريخ سجين ديال المغرب طوي يزانت التظاهرات ذي ثمورا نغني قدس المغرب مشنو تونس في مصر الى اخره. ام زوان سقسي خصي عبد الغني من دش لا ما توترجت شان حاجه تما شنو ثان توقع ديال المغرب بالنسبه لي 20 فبراير سيدنا محمد المضاوعه يعني ماشي شي حاجه اللي دريت زي الشعب المغربي شي يفاضي ينتفض اللي وقع انتفاضات تزت تلقائيه تزت خسائر الاسباب هنا قنا نحض ناس على الناس دي الدم. بالنسبه للنظام المغربي يسوجد يعني يستفاد زي الاخطائيين بغض النظر يعني شنو هذه تونس كفاني وبدا نخدم زياره الطلب بعض المطالب دي مزيانين دي الباديه دي الدم دي مزيانين يوري شويه الحاله يعني نهار قالوا يذور ذي تونس العاصمة ذي العاصمه ذوني نهار قالوا يعني النهار وجهك تاع العاصمه ذوني ذا مزيارو ذي الدم راني يبدا قبر يبدا القمع ينغاغي وبدا ومن اي عدد ذي المغرب جا نقني وبدا ذي عريف نقم ذي دار بيضاء ذي الرباط ولكن الوضعيه ذو العالم وضعيه مظني 2011 واحد جيشا غامريا من يقبر روح حتى بالنسبه للامم المتحده بالنسبه لمجلس الامن بالنسبه للمحكمه الدوليه روح دخان مباشره خميتيريك داس انتهاكات من حقوق الانسان ولا الاشخاص يعني تجربه قضيه تونس عيار مهم ذيك ذي قضيه ذيك كره مشان ولكن مخزن زي الشعب مش الشعب زي المخزن زي كل شيء قاعد تبقى نزق ويايا المهم الشعب يتبقى المخزن يسوق ذي الطاس لابد ميم يسوق لان حتى الحكومه ولا المهم الانظمه تبقى نزي الشعوب نسنت يعني بالنسبه لتونس جد جاج مش حاجه جد المهم يمكن بنادم مازال يستافد الشعب التونسي يصمد يعني زي فين عماص اولا واني قاكوره تيريتورا بناس مظاهرات اولا طلب لبعض المطالب من هي ديال المغرب بقاش سنين تيرين حتى يعني مثلا الشماض اللي خفنس ديال المغرب الشماض اللي خفنس ولا يجد ميويت ليسن تسن طافيين في ما خصتيني تخصتيني اذا مشناو الحكومه ديال تونس تما هما خاصو يوقع الزياد صمت شويه الشعب اللي خصها واجد صمت القمع ومي القمع اللي غاش الظروف الدوليه ما خصو غني لنا جا القمع ربدا حتى دي تونس توي نهار الحباس ساعات اخت يعني كلشي مصب الكاميرات يعني بالنسبه للاعلام تاع ياج الدور ضام مقران وكي مشى من قبل بين تقدر حوايج واجد تي واحد رخبه قاعد من الديكتاتوريه تقدر حوايج واجد تي واحد رخبه العالم واش تصنيش ذي تونس جاج تغطيه مهمه بين وبدا زار من توقيعا طوال امور مي زي تظاهره انتفاضه بدات وبدا تنجمع مع من ندير الدم لو امي ذول بين تسمى ناس الطوره يعني زي مطلب ضام الزين يعقب ضام قران ذا القمع القمع نيات النظام باش تنقارن على المغرب المغرب منين مخميد شان شي حاجه ثنا عاد ندور غا ما ندور غا ما يمي المغرب يوقع مني لان تسرح حتى الصحافه غا بارد منين قارش دروس اربعه ذو قانص ذرور فوها اربعه ذي لا ماشي غا خي بدان ماشي غا خي بدان لا غاز ندور غا بقيت غا خصك صاخا الشاشه شكمت وغا توارد سيخ فين شتوغا تقارص ودي امي يوقع من ندي تونس ومن بعد تقارص ودي حتى المغرب من داس تونس داس تونس غا تدخل الفردي شويه كثار زي المغرب غا شويه نطرعاشين كثار ثم طم الزيان تنمرس تتخسر المشاكل منين ما تورمنا منين وقع قارص هو المغرب من دسقان والسيخ من دسقان وقعان من زيدي 16 من البطالة المشاكل التونسي يمكن أقين دي المغرب يتسمى مغانت شوية توترش درش كشان حاجة ما شنو ذا أرخو مني توقيع ممكن أي واحد ذا يرجع ذا يوقع مني ولكن مو يوقع ذي المغرب يبدأ ذي فيسبوك يبدأ ذي الجن ماشي معروف مين يعني السيد النية من يتنتم السيد النية من الخلفية الزين طالع وحتى لما يعاون بعد غيس بيين يخفنت ولكن وسين ديوذان وخاوة السين شو سين ديوذان وسين ديوذان ولكن مسألة غادة سين ديوذان مين خف وبحال من إن بالغني خمي التيريشن الحاج سوجداس ماشي بحال خمي الحاج تستلقائية بنادم يحرر خسادي نطف خسادي طقس وخا أنا غضينا إذن ذاني تاذي نجل الفرق ذاني نجل الفرق ذا مقرن حتى الخو مثلا المغرب مين يقى بدون مذيين يقضى عذلغ ينتيوذ في عمليين يحاول يشد التمنيات باش هذه المواد الغذائيه هذا نقص الثمن سنت
يحاول هذه يستخدم يودان يوجينذني والفرق نيني النظام اللي نسي تونس ليبيا ذينا حقيقة بدر أنا عذر الدستور أنا عذر ثين أنا بدر ثين أنا بدر ثين ذني الفرق ذني المغرب المغربي فقز إيش يبدأ يخدم يتبدر من وخ أنا خزان السؤال ليش إذا عندي من قال لا بس نصير آخر قانون هاتي الانتفاضة تهقت دي المغرب يعني دي مخميش ان شاء الله موضة ذو قاع دي دامن دي البلدان الظني وزمان قارن يعني بالفعل توانسة صمدن أم يتصوضن بإن سمنا تطورة ولحد الآن عاد تفغنا الشارع يعني شجعني يخفن سواء ذي وقذيني واذ قيمش ذي ميصر عاوتين وشاج المية الضام قران دي المغرب وسيدة مخمي الماضي إن المطالب هاقت مثلا دي المغرب قال مجلس تأسيسي دي المغرب قا دي 59 انت المجلس تأسيسي المطالب الزيس دي المغرب بين باش هذه الدستور ديمقراطي ديني دي المغرب ومقان المجتمع المدني وبعض الفعاليات السياسيه خاصني يجي المجلس طلب ذايس يجي اللجنه ذاس بزاف المغربيين طلب ذاس باش يدير يجي المجلس التاسيسي ولا مهم بالنسبه للتغيير الدستور يدير الدستور ديمقراطي مطالبات جا اذا الشمضاني 50 الشمضاني 50 ديال المغرب قبل ميت خصني ندخل المغرب سديني بينا ما يجي هذا الطس انني المخزن ماني مخزن الطس وذن وزن مدار سمحي وزن مدار النفس نخي وذن نسي خفنسن خزانه مذقوي واتقن يمكن قدنا الطس قناص المخزن يمكن قواعد صدحيني خوا وايتي قدني خص خص خوا المغرب لان ذوا ذي المغرب ذي قذي ذجا لان غي وذن ذي الستينات ذي السبعينات ذي الثمانينات ما يوقع ندار من دم نظني يبدأ راح الضحايا راح الناس يبدأ راح الحباسات يبدأ الموثان يبدأ فواقي مش التقني جان يبدأ وزاري شانج بعاجة جان دي الحباسات لو خفغن تقاثلنا أقل مخزن تنثنين ذي المؤسسات ذي البرلمان أو ذي مميسمة بالمجالس يجان وخا هالمجلس الهجرة هالمجلس الحقوق الإنسان يني جان دي الحباسات سمانت وخير تبدأ نظر الاقتصاد يجي حاش بدأ نتبدأ نواصلين نوكت مع مالن وشوي نقاين قاين قاعد المخزن وش الأحزاب قاتن ذي المعارضة نقاتن ذي المخزن وقع قاتن ذي المخزن ذي جذيذ جذي المغرب لأن كذا ذي المغرب كان وني يدمه وفي غاية وجذيذ صغند وخي قيم ذي جذيني وخ قام بين المغرب وخذين شوي تفتح ذي نور وخذين خي مرة غي وذن ستيتهم لأن الشخ من السوار غبارة برما أن من السوار الصحافة المغرب نخ من السوار غي وذن قان هو دقة ذيني شوي تفوت نخ وزما ذي رز عمي وذن توارن باللي ذيني شوي تفوت وخاث دروس طم زيان يمكن تقوى غزات وخل مجالي ستي شعر مثلا يمكن وقت كنت شيء التص ولكن هاقين تذيني اي وذن شكي غاث خزات فغنزير حبس دورنا قر مخزن يمكن جناني غاسني غزاسيني وزيخنت المغرب ستي تغاسي جنية الصفق دي وذن زير حبس اي تشيسني مشانا مش نور خون اللي جاني المصالحة غير خيرة وزما غاس نخزات جيتنا يتوري شكي لدينا التصن السلبيات ستي تسمى قاين تعاد الشعب المغربي إذا تجاني تقول واش ما غادي كان واش قاغ بينا يني عذرني المخزن عذرنا التصواتين صبارات عذرنا حتى ذي المغرب الوضعية مش نسيور قضية يبدان واخد من شان يغذ المجاعة يغذ المأساة من يبدان قاقت سنين تاث ذي شان حوايج عذرنت أما شنو أنا يعني مهم الأرض مهم الأنفراستركت ما نمسب البنية التحتية يبريدن ولكن يبريدن يخ وش وإذا شن زفتني قبريدن يسيم ما أنت وإذا واسب والسيارة بس إذا يند التونو بيناتني بس إذا عذن السني ينتي خفنسن إذا نو ما عاد جيجن طبقة معينة ذير الفلوس ذيانات نير الشركات الأوروبية والفندق المغرب قلب فاضل بيننا خسديرين يبريدين ذي عاد بشر جو الشركة دار بيضان غاربات المهم نغطان جاني ملي نخس ذي يف لابد وزيس استفادن وقيس غير المغرب ماركش ذيس من 100,000 السكان كتازي عليه لو خذ 90,000 الأجانب مقيمين غاصن الفيلات غاصن صدغن شيني مغربيين عاقر ندير بحاط متان باش هذا سند جديد مهاجر يتعذب ولكن الاستعمار الجديد يدور على المغرب تفضي مواطي وكنت في سبدا ما هذه تفرار عسكادة والو صنع عشين الناس كل شيء تعيشن سمحي مهم تمسر اشتغي افقاد اخوان شاشا تمسرين السور عبد الغنان انا ما تسور تخاصن تعزوخة كي يتراح شوية غا تمسر اشتغي التواصل مش توريخ قاس المغرب إذن هان تولد انخري عن تيك وذين السبعينات التمانينات نقع ديسن الشين دي المغرب بنادم يتسمى حتى مرة ذا محضا نخصوا السيور ذا جيم حضا نغني مرة عشرين وذين مون نخصص الرخصة ما مون دي شان ومشان المهم غادي ليش مجمع مخزني تشكى ديس دير وقت نيتو غالها جيس الأمني من اني جهد رخومي توسى التكنولوجيا جديد لأن السيور دي الله خي وذان زغبارة تويند
تقنج النوع من الضغط السكان خي شباب نتماث، ولكن خصها راسنا خصها عاود بالله حتى شغلني من برا فيسبوك تقين تدوز نزق ماريكان تقين انترنت تقين تزق ماريكان وخا ماريكان راس امبيريال الجهدني 12 80 وياس ندي وذان باش توارخنش يجن وسيله باش يضمنن نهرا ماذا كنز المخزن خما ريت بنا مع فيسبوك هذه نساس خف نزق راس عمان محمد ني خدي السور تفديني 10 الف 20 الف نوذان وخاصني تيري بوزيان شقاش يمكن منايا ومي الله الجديد ديال المغرب عادي تخصص شويه الوقت باش يبدا ناد فهمن مي خفز معنا هذا السي ورند مات المشاكل اللي غاصها المغرب ستيت انا كل جدي قراش يمكن المغرب قد جد ما تقدم الحق خص اخر وقت واحد نوض يجني قراش كيبدا يتمارن واش الشباب ني صغيون خو مانا يا مارا خصص هذه ماس خطبره فقام شنو السي عبد الغني متوسط خصنا ديوي مثلا شنو ثم سرشت مبرير البنيه التحتيه غير اخره خصنا خزا ستيت وزي استفاد يمكن نهار النتيجه جن غنا نتنايا انت والشماره طرحت والسيور خاصي ودان دي فيسبوك اخص السيور نار فخص السيور 5000 تشكل جن الضغط زي دي كانوا لي بلاتفورم مي قناه فيسبوك تشكل جن الضغط خوينا اخر مخزن مش توريش ما ديني شنو انا تغزف دين شان الامل ني خقاش قدام فيسبوك خو تجيبو تيك تبدارن و متعنا الفكره نشكم عليا خد فيسبوك ني خو حالي ميتوقع التكنولوجيا دينا ترزم بزاف نطور ويقيم الرقابه هي ما تيلي رقابه غادا خدي التلفزيون دينا ولكن وزمر تراقب المعلومات خبن هذا لان هذه في فيسبوك ني غادي في بالطولك ني غادي بزاف يوميان ذي غيادف على أساس باش هذي تبادل الآراء إذن ذنيتا يخص إن الحكومات عادي تأمان الزلقة مع ذي نث الفكرة يخصتك هذي تعامل لأن ما ندور الخو خ التعامل تقول الحكام ذي الدول المتخلفة عاد تنطلق الزلقة باش تكسبن الشعب هنا بدل فلان كأن فلان ذي سيجى المشكل بدل وان الروه النظام تا المشكل قد سيستان إذن الخو حتى المشكل القمع ماشي المشكل الخو حاليا ويجي شابش تقمع دي التلفزيون إذن الخو ذي النير الناثنية أمريكان وذي نتاج العقدة قد غاب نادم أمريكان غاب نادم لحد الآن غاز العقدة أمريكان إسرائيل رغم أن أمريكا إسرائيل ترز مثلا بزاف نطورة باش التواصل ذي إذن مران كيرا نخزار نتبع ويوقع أنت إن التطورات يوقع أنت ذي الذي ليبيا رخو ولا ذي مصر ولا ذي اليمن مرة رخو تنطلق زي فيسبوك إذن ذن يجل الإعلام ويزمر ذي قمع ولا ذيش إذن دين شوية نتفوق تغاز الزات باش خو باش ذي ذي فاوين خو مار غير ونية يوتيوب وخان صور بزاف إذن غير ونية وغيجي من غيينين وغيجي من غيعاوذن وغاز من غي السيوت إلا أن ثانية في مسلايين ممكن ذيري أذيرا رنت وماشي دواني تذني قشر خو ذيري تحويش تعفاني دينا إذن ذا يجل منبار مثل ذي جناب نادم هذيك عمر هذيك عمر ذيني مين يخص ويجي ويتغير قبل فعلا ذيني المراقبة ني إيبين ني ديناد ولكن ممكن لخنا غير في شاب نيناد مثل سقن السايبر نغيناد وهذا رأيه جمالة في السايبر سيوا من لبنا المراقب ديناد إذن ذيني رخو الإمكانيات نتواصل تواصل وذيني بو مشكل ذيني شان تفوق تغاز الزات وانا باش نخصها نكمل من أيامات بدون الجيل الجديد الجيل الجديد مهم ما نسوى التكنولوجيا دينا هني جيل جديد المعلومات مش هتنطوض ولا مهم مش هتصوض جارسا مهم ولكن خسر وعاس الموضوع لأن المغرب لابد قعنا شجا غيج الموديل مارو الموديل المغربي يعني نموذج نبدا ما بين قوسين مرات السيولة تخلق معدين إقارش خصوصية مغربية مرات أتجيش نظام معين أقاثتين نموذج مغربي نبدا ثين قاسين شنش عشد يعني خارق العدخ العالمي كبير العالمي كمار يقول جيش تجاه مغرب هذا السنة ولكن لا عندنا ذي الواقع من إقارش قشن غانغ التعدودية ذي المغرب غانغ المجتمع أمي ما يسمى بالمجتمع قاسم ورخ المجتمع المدني يعني غانغ مشين واجب من زمان قارني خفنا غماش لقاع ذي مصر نغذي تونس نغذي ذي ليبيا حزب الوحيد نغو غاصب والحزب قاع ذي المغرب يعني يعني جن أحزاب النسيمانت الرسمية غير جن ديني يعني سيمانت ديجن العرقلة بالنسبة للشباب باش غسيون خي خفنسان ذي المستقبل سوى ما رنضمن خفنسان خارج الإطار قتي قي جن روخ باش غسيون خي الواقع لأن يعني مع تعيشن ديال الأوام نعاد سوار نخ المقدسات سوار نخ شنش حواج اللي هنا بدائية نغن القرى الوسطى خص بنادم هذا لحظة هذه السوار العصر نجوخ وبنادم خص هذه يعيش روخ
ماشي بدات توعدت ايوا ايوا قنشين ديك الاصلاحات قضية المغرب بدا السوار قضيه مسلسل الديمقراطيه نقول المسلسلات شحال الافلام يوقع مسلسل مسلسل يعني بدا السوار قضيه مخميت عارف التواصل تو غادي ينشر بدا زين المسؤولين غير الشعب لا تو غادي ينشر بدا لان التلفزيون الرسمي ماشي التواصل التواصل من الجهات اثنين بدا غاصن السنين ما يتوقعناك الشعب غاني غاش ماني تجن اظن ماني تغيان هي التحولات ديال العالم روح وقي مشى الانظمه يعني مقزين يطفي جنينات مهم وغادي تتحدى ذي فك روح لا المسعورين ني وقي مشى غاصن القدره ني ضمقرانت العالمي قضيه روح حتى المقال العلماء ذي التبادل التجاري قمروا هذه نبول استقرار الموت الان ايديولوجيا تموت وقيمات هما قوانين ديال الشيوعيين يغوام يبقى كلشي كيف كيف ايديولوجيا هني موتنت يعني حتى بالنسبه لامريكان ولا الدول الغربيه وغاصبوا المشكل انت واش فلان غير يحكمني فلان غيخصص بنظام وسيط ديال الاستقرار وكذا غيمعامل وكذا غيمعامل ما راه الديمقراطيه ديال اذا نظام مواطن سيان نظام مواطني مليح اكيسي معامل يمكن اكيسي مال الاقتصاد احسن زكي وداني كيتجان عاد الافكار اللي متخلفه غير شويه الامل باللي السلسله تساوت ومن نظم الثوره مع الرناقر كيجن عالم جلوبال ضم قرارات شديد زياده عشان تخزسني كشان حاجه ايجابيه تخص خلينا نبدا ندير وقتها نسيور اور واتجيبون ساعات نخدم ساعتين ديال 16 اعتقد تشن الحلقه راني يمكن نتو شان حاجه خاص نسيور خوني خي وداني غنغدي خزام غاس نشن فكره غاس نشن شنار نخش الموضوع خاصة نقشن نطاح بزيوم ربدان الموقع نخصمت ديال الانترنت اتصلت وتزينخ ومن انت تقدر كنوريك كاش كمان شكرا شاشا